الشخص في كل مكان، تحياتي لكم. اليوم بهذا الفيديو فيديو خاص للناس اللي حابة تدرس تركيا. كثير ناس بتسألني عن موضوع الدراسة بتركيا، شو الأسعار، شو المدن، شو الجامعات. لهيك أي حدا مهتم بالدراسة بتركيا هذا الفيديو حيكون شامل كامل، وحيكون من الناس اللي جربت الدراسة بتركيا وأصحاب الخبرة. ويلا لوين؟ على كوتاهيا في تركيا وأحلى جامعات تركيا كمان. ويلا تقع مدينة كوتاهيا تقريبا 5 ساعات بالباص من اسطنبول بجانب ولاية اسكيشاهير. هلا هون بقى حنطلع على الجامعة بالباص الحكومي. يلا وصلنا على الجامعة تقريبا 35 دقيقة. هذا هون مدخل الجامعة الرئيسي دوملو بينير، تقريبا الجامعة رقم 85 على مستوى تركيا، 86 تقريبا. هون كان يوسف عم بيحكي لي، طبعا يوسف تقريبا صار له 6 سنين هون تركيا، تخصصين بكوتاهيا وبالجامعة هاي. كان عم بيحكي لي انه هون يعني الجامعة عندها مساحة ضخمة جدا. الحرم الجامعي هنا يعتبر من ثالث اكبر حرم جامعي مفتوح خلينا نقول في تركيا. واو، لانه فعلا مثل ما شايفين مساحات، والشيء الحلو انه المساحه جاي مع طبيعه، فانت هون عم تعيش اجواء لطيفه جدا، في بحيرات جوه وفي حاجات هوريلك غير اوف 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 اوف. وطبعا عدد الطلاب حوالي 50,000 طالب موجودين، بس هذا نحن جايين وقت الصيف، الدنيا خفيفه والحركه ابدا، لانه ما في ترم صيفي. هلا هون نحن هون بالسنتر تبع الجامعة، وهي العمادة طبعا أتاتورك لازم يكون موجود في كل مكان. وهلا رايحين بقى نقعد ونحكي بالتفاصيل، ولكن خدتوا هيك نظرة عن الجامعة، صراحة بناء محترم، وشوفوا شلون الطبيعة شلون حلوة. ويلا ندخل على المهم. طب وحبي التاريخ كمان وبده يجي يدرس بمكان تاريخي، هذا كمان عاملينه متحف خاص تدخل لجوه، او حتى اذا انت كمان ما بدك تدخل على المتحف ممكن من برا تشوف قطع اثريه موجوده. ونحن رايحين لوين هلا؟ على منطقه اسمها البادستان، او هي الكافتيريا الكبرى تبعت الجامعه. فيعني مش حارمينكم من حاجه، سيارات موجوده، شوارع موجوده، خضار موجود، تعالوا ادرس وانجح واحلى عالم. هذا واحد من الكافيهات الموجوده، طبعا هذا ستاربكس، يعني الناس اللي بتحب البراندات والقصص كمان موجودين هون. يا سيدي كمان مو بس جامعة حلوة وخضار، لك بحيرة وموجودة بالجامعة، مناظر طبيعية خلابة وموجودة بالجامعة. خليني أورجيكم إياها هلا. هذا بالجامعة يا جماعة، هذا الشيء تابع للجامعة لطلاب الجامعة، يعني عندك بحيرة هيك تقعد عليها، وكمان في مطاعم ستيك وقصص وحكاوي. يعني باختصار الجماعة مصممين الجامعة عشان تقضي فيها يومك كامل، تخلص دراستك تطلع تنقعد على هيك مناظر طبيعية خلابة جميلة، وبعدين ترجع على بيتك آخر الليل تدرس وتيجي تاني يوم على الجامعة. من إلى يا إلهي، والله إنه المنظر بحد ذاته إبداع. واو. هلا بقى جينا لمربط الفرس، بدنا نعرف شلون تجربة الشباب بالدراسة هون، شو الترتيبة، شو الأسعار، شو الأوضاع، كيف هل بيقيموا تجربتهم وموضوع القبول في الجامعة وهالشغلات هي كلها، لأنه صراحة هذا المعلومات الناس عم بتدور عليها. أيوة باشا، كيفك يا يوسف؟ الحمد لله. إيش أخبارك؟ طبعا يوسف صار له هون تقريبا 6 سنوات، كان بجرافيك ديزاين وحو هندسة عمارة. أول شيء بدي أعرف شو رأيك بتجربة الدراسة بتركيا بشكل عام؟ هو فكرة الدراسة برا دولتك أصلا بشكل عام، خلينا نقول إن هي بتدي لك إكسبيرينس في معرفة ثقافات مختلفة، تعرف على ناس جديدة، حاجات جديدة، ده كتجربة ان انت تطلع برا دولتك اصلا بشكل عام. في تركيا بشكل خاص هي الدراسة كويسة، ويعني ما فيش فيها مشاكل غير خلينا نقول اللي بيدرسوا باللغة التركية. ما بتكونش فكرة ان انت ترجع دولتك تاني، استفادتك باللغة التركية ما بتكونش الحاجة اللي هي برضه. حلو جدا، هذا بيقودني السؤال انه اول سنة بياخدوها تومر اللي صحيح. هو عشان انت تعرف اللغة التركية بشكل ممتاز. صحيح. طيب هلا هون واحد اجى انقبل بالجامعة مثلا، فلازم ياخد سنة تومر ولا ممكن يدرس انجليزي؟ لو التخصص بتاعه بالتركي لا، لازم ياخد تومر طبعا. أيه. لو هيدرس بالانجلش، خلينا نقول في جامعة بتوفر طبعا التخصص بتاعه بالانجلش، لا مش هيكون محتاج ان هو يدرس بالتومر، سنة التومر دي.
بياخد معهد انجليزي، لو هو معه شهاده سات او حاجه بيكون خلاص دي بتغني عندي على طول. بس بشغله ثانيه مهمه، انت هتحتاج طبعا الحياه بتركيا هتحتاج اللغه التركيه، هتكتسبها من الشارع وتعاملات. خلينا نقول ان التمر هيعلمك اكاديمي، تعليم الاكاديمي حاجه ولغه الشارع الاساسيات خالص. يعني لو انت جيت ودرست تمر هنا مش هتستفيد اللغه اللي بتاعت الشارع ابدا، لانه لغه الشارع بتختلف من منطقه لمنطقه. بس بيعطيك الاساسيات تبدا فيها. طبعا بيدي لك الجرامر، خلينا نقول بيدي لك ازاي تقدر توظف الحاجه دي، ازاي تقدر تعملها كاكاديمي بس، لكن ان انت تفهم او ان انت حتى تتواصل مع الدكتور بتاعك او صحابك في الجامعه لا، هتحتاج ان انت طبعا تتعلم من لغه الشارع وتحتاج ان انت تمارس. الممارسه طبعا اهم بكتير من فكره وهذا الشيء هون بتركيا. بتركيا حتمارسه طبعا. اكيد طبعا هتمارسه. طيب حلو، هلا بقى خلينا ندخل على موضوع القبول في الجامعه والدراسه والقصص هاي كلها. هلا بشكل عام الناس بتقول هون الدراسه بتركيا رخيصه كرسوم حتى للطلاب الاجانب، بس هذا الشيء بيعتمد هل اذا كانت دراسه تركيه او دراسه باللغه الانجليزيه. طبعا الانجليزيه اغلى بتكون، اغلب الجامعات الانجليزيه بتكون اغلى لانه بيكون الطلب عليها اكتر، يعني اغلب اللي جايين يدرسوا من برا عايز يدرس بالانجليش بحيث انه لما يرجع المصطلحات تكون نفسها، وبالذات كمان التخصصات الطبيه والهندسيه. ان انت لما ترجع وتشتغل في الكارير بتاعك هتحتاج طبعا ان انت تبقى عارف المصطلحات بالانجليش، فانت هتتعلمها هنا بالتركي لا هتحتاج الافضل انه بيكون بالانجليش. كسعر يعني مثلا نحكي الهندسة العمارة، انت من الان بدرس لانه اخر شيء كل تخصص له سعر مختلف كرسوم. طبيعي. بس هو المعروف انه بشكل عام الدراسة هون تركيا رسوم مالها غالي، اذا بنحكي انه هون على الجامعات الحكومية اوفر بكتير مقابل الجودة اللي بتاخدها، جودة التعليم والمعيشة اللي انت بتاخدها. انت شايف قدامك مقابل الحاجات دي كلها، انت لو هتدرس في دولة عربية او هتدرس في دولتك هتدفع اضعاف اللي انت بتدفعه هنا، يعني اللي انت بتدفعه هنا هتدفع اضعافه بكتير. مثلا انت كم رسومك السنوية؟ احنا رسومنا لسنة 2022 كانت حوالي 12000 ليرة تركي، يعني 12000 ليرة تركي انت بتدفع 500 دولار او اقل من 500 دولار. هذا السنة كاملة؟ دي سنة كاملة. طبعا دلوقتي مع زيادة الدولار الاسعار بتختلف، بس حتى لو اختلفت مش هتطلع الرينج عالي طبعا. بيضل نفس الرينج تبع الدولار. هتفضل في نفس. ممتاز جدا. طيب رسوم طبعا كل تخصص مختلفة، ولكن في رينج معين. خلينا نقول لا ما فيش برضو رينج معين، الاختلاف بيختلف، الاسعار بتختلف حسب الجنسية، حسب التخصصات، حسب اللغة. يعني انت لو هتدرس بالانجليش هيختلف عن التركي، لو هتدرس الاقتصاد غير الهندسة غير الادبيات. ولو انت جنسيتك مثلا خلينا نقول مصري سوري الماني عراقي، تختلف كل جنسية السعر بتاعها، مش تختلف قسط الجامعة. قسط الجامعة بيكون ثابت طبعا في الحالة دي، بس لا بيختلف زي ما قلت لك موضوع توفير القبول، لانه ده هنا بيكون ده اصعب من ده. ان مثلا في جنسيات هنا المقاعد بتاعتها محدودة، بيكون يقول لك انه مدي للاجانب مثلا السنة دي كان مدي للاجانب في الجرافيك ديزاين لو عايز تعمل ماجستير في مقعد واحد للاجانب بس، فكل الاجانب بيتنافسوا على مقعد واحد بس، فطبعا بيكون لا سعره اغلى شوية. وهلا بقى حندخل على النقطة الأهم اللي هي موضوع قبول الجامعة. هل أنت بإمكانك تعمله لحالك بشكل مجاني؟ هل بإمكانك أنه هو يقدم لك مثلا يوسف أو كذا؟ شو هي الطريقة؟ طيب يا باشا، هلا بالنسبة للقبول، أنا هلا مثلا طالب تخرجت من السعودية، تخرجت من الخليج، تخرجت من مصر، من سوريا، بدي أقدم على الجامعات التركية، هل هذا التقديم مجاني؟ التقديم على الجامعه طبعا الجامعات بتوفر لك، تدخل على الموقع بتاع الويب سايت بتقدم لنفسك مجاني، بس بيختلف موضوع التقديم. خلينا نقول الجامعات هنا بيمشوا بنظام المفضلات، بيفتح حاجه اسمها المفضله الاولى، المفضله الثانيه، المفضله الثالثه. في جامعات بتكمل بعد المفضله الثالثه، وفي جامعات بيمشوا بمفضلتين او بثلاثه. يعني انت ممكن بس تقدم عن طريق الجامعه بشكل رسمي؟ طبيعي بتقدم عن لوحدك او بتقدم عن طريق ناس. يفضل انك تقدم عن طريق حد عنده خبره يعرف ازاي يقدم لك، بحيث انك تاخد على القبول ده. تاخد القبول ده ازاي؟ بمعنى ان انت مثلا زي ما قلت لك انت داخل منافسه مع اكتر من شخص، لا انت بتقدم هنا باليوس، مره ثانيه بتقدم مثلا شهادة الثانوية بس، ما عندكش شهادة يوز مثلا، انت لسه بتقول متخرج من السعودية، متخرج من مصر، متخرج من هنا هنا، ده ما بيكونش مع شهادة يوز مثلا، فما يقدرش يقدم في المفضلة الأولى في الجامعة الفلانية. ده رقم واحد. رقم اتنين، الطالب اللي برا تركيا ما يعرفش ايه الجامعة الأنسب ليه، ايه المعتمدة في دولته، ايه الجامعة اللي بتقدم له التخصص ده أفضل. الحاجات دي كلها بتكون للناس اللي عندهم خبرة في المجال ده طبعا. حلو. وانت هلا كونك ما شاء الله عندك 6 سنين وبتشتغل في هذا المجال وبتعرف هذا الموضوع، فانت انا سمعت انه انت بتقدم خدمة قبول، يعني انت مثلا بتقول له والله شو بدك التخصصات اللي بدك اياها، بتواصل معك، رح اترك لكم اكيد رابط التواصل تحت في وصف الفيديو مع يوسف، حيساعدكم بشكل مجاني حتى لو بدك تقدم لحالك او اذا بدك هو يقدم لك
باكثر من جامعه لانه عنده الخبره. مثلا بقول لك والله مثلا تخصص هندسه معماريه رح نقدم لك بخمس جامعات في تركيا، هدول الافضل في هذا المجال. في المجال مثلا الطبي حيقول لك والله بنصحك تروح على اسطنبول، فيها الجامعات انا بقدم لك عليهم، هو بيقوم بالعمليه بشكل كامل مقابل رسم مادي يعتبر رمزي جدا. طيب ندخل هلا على موضوع المنح الدراسيه. هلا انا منح الدراسيه شو بتشمل؟ بس رسوم الجامعه؟ تمام، خلينا نتكلم. في عندك منح حكوميه ومنح خاصه. حلو. المنح الحكوميه دي الحكومه التركيه بتفتحها مره واحده في السنه، اوكي، انك تقدم عليها ويجي لك منحه. أوكي. هنا ما بتدفعش رسوم خالص للجامعه. بس المنحه دي بتكون صعب انك تحصل عليها لانه شروطهم بتكون صعبه، بيكون طالبين حاجات كتير. طيب. بيكون معدلك والحاجات دي كلها. المنح في الجامعات الخاصه بيكون بتوفر لك سعر الاربع سنين، او سعر انت لو هتدرس مثلا الطب ست سنوات مثلا، سنة اللغة وخمس سنوات اختصاص، بيوفر لك كل الخمس سنين دول في مرة واحدة بتدفعهم، بتدفع سعر بيكون أرخص وفرت فيه طبعا. فمنح الجامعات الخاصة بتكون أوفر من القبول في الجامعات الخاصة، ومنح الجامعات الحكومية زي ما قلنا بتكون مفروض ان هي ملهاش رسوم سنوية أبدا، بيكون في رسوم تقديم بس، ولكن هي مش مفتوحة دلوقتي الى اوقات معينه. طبعا ليها وقت. طيب بالنسبه للجامعات الخاصه شو الاسعار؟ تختلف من جامعه لجامعه؟ الجامعات الخاصه طبعا تختلف من جامعه لجامعه على حسب اعتماد الجامعه دي، على حسب تصنيف الجامعه دي وترتيبها. يعني عندك مثلا جامعات زي التنباش، عندك جامعه ميديبول، عندك جامعات كتير على حسب انت عايز تدرس طب ولا هندسه ولا تدرس ايه برضه. يعني في جامعات معروفه انه الطب فيها افضل، في جامعات معروفه لا الهندسات فيها احسن. هي بتكون ترتيب الجامعه دي على حسب التخصص ده فيها. وهذا الشيء انت بتساعد فيه الناس يختاروا الجامعه المناسبه على حسب الانسب للطالب. يعني في طالب مثلا ممكن يجي لي يقول لي انا مثلا عايش في الكويت وعايز لما اتخرج ارجع اشتغل تاني في الكويت، فاحنا بنشوف له ايه الجامعات المعترف فيها بالكويت بالضبط، وايه الجامعات كمان اللي بتكون مناسبه لي كسعر، وايه الجامعات اللي هو عايز يدرس باني لغه، عايز يدرس بلغة. طب حلو جدا. هلا انا لو اخي انا عندي طالب رفيقي بده يدرس طب، تمام، وهو عرفان انه بالمفاضله صعب جدا ياخذ هذا الشيء، هل في حل لهذا الموضوع؟ في طبعا، في ان هو ممكن يتواصل معانا واحنا نقول له ايه الحاجات اللي يقدمها او الورق يقدمه بالشكل الافضل ان هو تزود فرصته، او ان احنا نتكفل احنا بالتقديم ليه على مثلا خمس جامعات 10 جامعات 15 جامعه. الباكجات دي بتكون موجوده، بس زي ما قلت لك ممكن تحجزوا له مقعد بشكل مباشر. بتكون موجوده طبعا الحاجه زي دي، بس فكره المفضلات بتكون زي ما قلت لك نقدم له على مفضلات اكتر، هو اختار جامعه معينه او حابب جامعه معينه بنشوف له اسعار الحاجه دي بتواصل معاه، بس زي ما قلت لك بتكون الانسب الانسب لي. ايوه تمام. طب سؤال هلا مثلا انا بدي اخي بدي يعني نيجي النقطه الاهم، انا حكيت معك شفت الامور تمام، بدي اياك تسجل لي بقبول جامعه بمثلا هندسه ميكاترونكس، ممتاز، وقلت لي خلاص انا رح ارشح لك خمس جامعات، او انت اسمعت لي قلت لي عندك باقات يعني خمس جامعات او 15 جامعه، صحيح، وكل وحده برسوم رمزيه. لنفترض انه بعد ما قدمت لي وبعثت لي الايصالات تبعت التقديم، ممتاز، اجاني ما اجاني قبول، شو بصير لك حاليا؟ لا ما هو لو ما جاش قبول في فكره ان انا قدمت وما جاش قبول بتختلف عن فكره ان انت ضمنت المقعد ده. بالظبط. لا نحن هلا بنحكي على موضوع القبول المفضلات. ايوه التقديم الرسمي بيكون طبعا في نسبه المبلغ، بتكون في نسبه مسترده للطالب، نسبه بتفضل عندنا كرسوم تقديم فقط، الباقي بيرجع للطالب. طب حلو. ما بيكونش في سحب برضه عشان انبه عليك، ما بيكونش في سحب رسوم الجامعه خالص. ايوه يعني احنا ما بنقولش مثلا والله احنا هنقدم للطالب وهناخد منه مثلا اول سنه المبلغ الفلاني. لا ما بيكونش في اي حاجه مقابل الحاجه دي لحد ما القبول يكون في ايد الطالب ذات نفسه، بس ده لضمان حق الطالب. لضمان حق الشغل برضه لا لازم يكون في مبلغ زي اللي هو الجهد تبعكم التعب اللي تعبته، بحيث ان احنا نبدا شغل، لان احنا زي ما قلت لك بنبدا بنعمل حاجه اسمها تنقيح الجامعات، اللي هي بنشوف ايه الجامعات الانسب ليها. هو مثلا في واحد عايز يدرس في منطقه قريبه من اسطنبول، اهله ساكنين هناك، ما ينفعش اوديه مثلا جهه غازيانتاب. ايوه فدي بتكون فكره ان انت بتدرس السوق الجامعات كامل، لانه الجامعات بتفتح وبتقفل طول الوقت. يعني دلوقتي مثلا اليومين دول في جامعات قافله زي ما قلت لك المفضلات، وبعد كام يوم الجامعه دي هتفتح، دي هتقفل، دي هتعرض النتائج، فانتوا اللي هتكونوا متابعين هذا الشيء. لازم اول باول نكون على على وعي بالحاجات. طب هذا نجي بقى للنقطه الاهم صراحه يا يشرف، يعني دائما نحن بنعرف موضوع تركيا مثل موضوع السياح، موضوع الدراسه كتير مرغوب مثل ما حكيت انت، صحيح. جامعات قويه بقى بنحكي عن صراحه يعني جوده التعليم، جوده التعليم، البنيه التحتيه رهيبه، صح. بس بموضوع النصب والاحتيال اللي عم، وانا صراحه دائما يعني مشاهدين عندي انا بهمني انه هو يكون مستفيد ويتاكد انه الامور صراحه ما فيها لا نصب ولا احتيال. طبعا شلون سواء اخذ باقه او بطريقه معينه بده يحجز مقعد، شلون بده يضمن حقه انه انت عم تقدم له هالخدمه وفعلا لا سمح الله ما مشي الحال حيرجع ياخذ فلوسه او هيك شيء؟
طبيعي. طيب انا هنا احط نفسي مكان الطالب على طول. حلو. وبشوف انه انا لو انا عايز اقدم برضو الضمانات اللي لازم اخدها من الشخص اللي قدامي ده. حلو. فالحاجه دي بتخليني اقول انه لا انا مش عايز انصب على حد، مش عايز ان انا فكره، خلينا نقول بعيدا عن موضوع النصب، في ناس بيكون عندهم لا الشغل جودته اقل كمان. انا سيبك من النصب خلاص، انا اتكلم على جوده الشغل. ان انا اعشم الطالب ان انا هجيب لك كذا وكذا وكذا ويكون جوده الشغل اقل. انا الحاجات دي كلها لا، اكس خط احمر. احنا عايزين نعمل ان احنا نوفر للطالب ده بحيث ان هو باذن الله غير انه يدعي لنا وغير انه هو يكون ممنون للشغل ده، انه الطالب ده يرجع يتواصل معنا تاني ويكون فيه طلاب عن طريقه. صح. فده هو يعني شغلنا ذات نفسه. حلو. فكرة الضمانات والحاجات دي بتختلف زي ما قلت لك. طبعا لو الطالب ده ليه حد موجود في تركيا هنا او يقدر ان هو يجي يسلم الورق والمبلغ للمكتب فيشرفنا في اسطنبول طبعا المكاتب والحاجات دي كلها موجودة. لكن لو الشخص ده خارج تركيا، ايه الضمانات اللي احنا نقدر نأمنها له في الوقت ده؟ زي ما قلت لك بنبعت له ايصال باستلام المبلغ. طبعا كده كده المبلغ المحول ده بيكون متحول عن طريق ويسترن يونيون او بيكون متحول عن طريق المكان اللي هو فيه. أو الحاجات دي كلها بتكون ضمانات. وزي ما قلت لك في الاول والاخير يعني احنا عايزين الموضوع يستمر. عايزين والرزق الحلال برضو في الحاجه دي، وعايزين نفيد الطالب ونستفيد احنا برضو. طيب. يعني معلش انا اول ما جيت هنا، اول ما جينا ندرس هنا كان الموضوع زي ما انت قلت، الكل عايز يشتغل لحسابه الشخصي، عايز يجيب ارباح بس، ومش مهم الطالب ده يحصل فيه ايه بالزبط. فانا اخبي على الطالب حاجات علشان اخليه يشترك معي في الجامعه. لا انا لسه بقول لك المفروض ان انا ااكد للطالب ايه الحاجات المناسبه ليه. ممكن والله هو يقول لي انا اقدم لي في جامعه دومينار مثلا. انا اقول له جامعه دومينار مش مناسبه للتخصص اللي انت عايزه ومش معترفه مثلا في الدوله اللي انت عايزها. فلا، ففي جامعه 1 2 3 افضل. يعني انت باختصار هون عم تعطيه استشاره بالضبط، وبنفس الوقت مقابل جهدك اكيد في رسم مادي بالضبط. والاهم من هذا كله انه ممكن يكون عندك منحه، ممكن يكون بالزبط. وخاصه الرسوم عم تحكي عليها يا جماعه، يعني والله العظيم ايام الاردن انا درست قبل فتره وكانت اضعاف مضاعفه، خاصه مع هيك بيئه مع هيك وضع. فبالتالي يعني الخلاصه تبعت هذا الموضوع انه اي حدا مهتم بالدراسه بتركيا حيتواصل مع يوسف، ححط الرابط تحت في وصف الفيديو، جروب واتساب مباشرة حيتواصل معكم، استشارات مجانية حيقدم لكم اياها. حتى ممكن صح. مثلا انت بدك تقدم بالجامعة هاي او حتى بجامعة باسطنبول حيبعث لك بالضبط، حيبعث لك الويب سايت، انت قدم لحالك مجانا. جماعة مساوينا لوجه الله تعالى. بدك خدمات اضافية ان شاء الله باذن رب العالمين على قدر المسؤولية، ويمكن يوفر عليك كتير فلوس اذا تروح تدرس مثلا في مصر ولا في الاردن، خاصة مع الاجواء اللي عم نشوفها هون بتركيا كسياحة كجمال طبيعي كامكانيات، يمكن تضل هي خيار مناسب جدا لكل الناس. طبعا طبعا. و بس وهلا بقى نحن حنبلش هون جولتنا بمدينه اسمها كوتاهيا، هي مدينه طلاب وقريبه من بقدر اقول من اسكيشهير حوالي شي ساعه. اللي هو مثل حكيت كلكم اليوم مساء كيف كانت فعلا مفاجاه من ناحيه التنظيم والترتيب. سالفول يوسف باشا حبيبي هون، كمان صاحبنا خالد كمان هون، الشباب ما قصروا صراحة لنا عم ياخذونا على كوتاهيا هذا هون. يعني المبنى تبع البلدية صراحة كتير فخم، كتير كتير مرتب وكتير ظريف. هذا الشارع الرئيسي صار تقريبا، مثل ما شايفين الدنيا شلون صراحة حلوة لطيفة جدا رائقة مرتبة، ما بتحس حالك كأنه مدينة صغيرة، يعني بتحسه عاملينها بشغل لطيف، مطاعم كافيهات، الستايل تبع الشوارع عريض نظيف، في باصات في تكاسي، والله يا شباب شغل لطيف جميل جدا. الخدمة هنا كويسة، الكفاية حلوة مظبطة، بس هي مدينة صغيرة شوية. هي تقريبا فيها قلت لي الجامعة فيها حوالي 50,000 طالب. حدود 50,000 طالب، وفي أجانب دلوقتي كتير، زمان ما كانش في كده. عرب في كتير؟ عرب وفي من آسيا، في كمان من أفريقيا جايين كتير كمية. فمعتها في عرب، في سوريين، في مصريين، في مغاربة، في كل حاجة موجودين. انت هتشوف دلوقتي المدينة صغيرة، فزي ما قلت لك زي الكومباوند، فكلنا عارفين بعض. طب يلا تتمشى وهتشوف. ويلا ندخل على البلدية. والله صراحة المبنى عجبني يا جماعة، جديد ها؟ يعني 2000 وكم؟ 2021 والله يا سو سنتين بس. سنتين ثلاثة والله. صح ولا ايه؟ ولا انا بهبت؟ والله لا. لا هو انا حاسه كده ان هو مرسل. وهو لا واضح انه جديد. هو بجد، هو كان بيبني لحد الكل. اها. البلدية صار لها من 1868. هذا هون صار هذا السكوير الرئيسي.
هنا الساحة الرئيسية بتاعت دي ساحة البلدية؟ لا، في الساحة دي ساحة البلدية، في بقى المركز الأساسي ما هو عند الوالي قدام الفازو. أها. هنوديك تصورها هناك دلوقتي. طيب حلو برضه. هناك برضه دلوقتي بيعملوا هنا بقى في الصيف فعاليات. وهلا بقى فعاليات. طبعا هلا ما كتير في طلاب لأنه نحن وقت الصيف. دلوقتي فيش طلاب أصلا، كل اللي موجودين تلاقيهم أسر والناس اللي ما سافروش الصيف اللي واخدين كورس صيف الصيف. هذا تركيا مش تركيا يعني مش تركي لا صح؟ دعم الثقافات الثانية ده يعني اللغة دي شكلها أوزبكية وهيك شيء. شوفوا كيف والله شيء جميل. الغروب عندنا حلو، الشروق أحلى. أي والله أي واي فاي كمان. هاي هون موقف الباص، هاي هون الشوارع، شايفين الناس شلون الحياة. الشارع الأساسي في تركيا أه. هو المركز، هذا شارع المركز. حلو. مثل ما شايفين في تنوع كبير صراحة من ناحية الناس الموجودين، في أتراك كتير، في حتى يعني مثل ما قالوا الشباب هون، في كمان كتير مغتربين طلاب. فنمط المدينة نمط هيك لطيف خفيف منظمة بشكل حلو للطلاب بشكل كتير كبير. وبالتالي هون كعنصرية قليلة قليلة يعني جدا صح؟ اه بس موجودة طبعا، ما نمشيش انها موجودة بس اتجاه اشخاص معينة شريحة معينة اه بس مو كتير. لا يعني لما بيعرف ان انت طالب هنا لا بيكون الموضوع كمقارنة باسطنبول مثلا او لا اسطنبول علشان فيها اختلاف ثقافات زيادة فهم تلاقيهم واخدين عنصرية متشبعين زيادة مع انهم المفروض ان هم يكونوا تعودوا. ايه بس هون لا لا هنا زي ما قلنا الدنيا حلوة، اهل المدينة ايه. اهل القرى اللي حواليها وكيف فلا لا امورهم كويسة. حلو يعني حلو حلو، هاي نقطة مهمة جدا. أنا نحكي كمان شوي عن موضوع الجامعات، ليش الجامعة هون وهالمدينة هي مدينة طلابية. أنا نحكي عن الجامعة بشكل أكتر. الجامعة هنا ما شاء الله لما تصورها وتشوف الجامعة حجمها قد إيه وفيها أقسام مختلفة طبعاً. هتشوف الحاجات دي في الجامعة تنزلها بقى مع فيديو الجامعة. حلو. فيديو واحد. أيوه. هنحطه كله في بعضه. على فكرة حتى المدينة فيها أوتيلات معروفة مثل الهيلتون هون مثلاً. فبالتالي المدينة كمان لأنه المدينة معروفة قلتولي لي ببورسلان. بورسلان كتير، بورسلان مشهور جدا. حتى بص على الهنت اللي أنا حاطين في المربع ده. آه. هذا من الثقافة بتاعت المدينة دي. أيوة. أيوة. كل مكان دلوقتي هتشوف الفازو قدام. أها. معمولة بنفس الحاجة دي. أها. قدام لأن الميدان الأساسي بقى اللي هو الرئيسي. أها. هاي هون وصلنا بقى على الميدان الرئيسي سموه ميدان الفازة. هلا حشوف إيش اسمه هذا الشيء ولكن نشوف شلون الستايل ظريف. لطيف. ده هنا الوالي، هذا والي كتاهية. أيوة والله مبنى فخم، يعتبر الأساس هنا بقى اللي هو الشارع. حتى الوالي واقف هناك وركن هناك بقى. أيوة والدنيا حلوة. هذا هون الميدان الرئيسي أو ساحة الوالي. أيوة ده بقى الفازة. هون بقى مثل ما شايفين هاي الفازة، هذا حندخل عليها نشوفها. هاي هون بقى الفازة وهي واحدة من معالم كتاهية، ومثل ما شفتوا شلون مثل ما حكينا كثير مشهورة بالبورسلان. فبالتالي ميدان الفازة هو الأساس تبعه مقابلة للوالي أو مبنى الوالي اللي حكينا عنه قبل شوي. زي ما قلنا معمول بالبورسلان برضو، زي هناك لو تشوف في فرع كتاهي بورسلان اللي هناك ده. هاي على مستوى تركيا؟ لا على مستوى العالم مش تركيا بس. أوبا. البورسلان اللي بيطلع من كتاهي بورسلان هنا اللي هي شركة كتاهي بورسلان بيتصدر للعالم كله. حلو. مثلا هتبقى تروح تشوفها برضو في آخر الشارع ده. أوبا. هنا ده محل بيع هناك اللي هو بتاع اه كتاهي بورسلان اللي هناك ده. وفي ده شارع الحب اسمه السيف يولو. اه ده بقى بيمتد للاخر شارع مشاكل شبيه شويه بتقسيم بس تقسيم الغلابه. ايوه استقلال الغلابه بيعملوا لك استعمار، شارع الاستعمار مش الاستقلال. كوبي بيست على السريع. طبعا مثل ما حكينا هي مدينه طلابيه فبيعملوا اجواء خاصه للطلاب. هذا اللي قال عليه هون يوسف اسمه شارع الحب او بين قوسين الاستقلال تبع كتاهية. هاي هون بقى الأجواء هون بشارع الحب أو كوتشوك استقلال على قولة يوسف. أجواء لطيفة هادية ظريفة، روح المدينة لطيف جدا. هاي هون جامع كمان
وشوفوا شلون كبار في السن بيقعدوا هيك بيروقوا. فالاجواء فعلا هيك رايقه جدا، وبتهورس الشارع مستمر، وطبعا محلات مطاعم كافيهات براندات تبعت اللبس الشغلات هي كلها، وهذا تقريبا الشارع الثاني الناس تجي تمشى فيه يعني. والحلو هون انه الجو لطيف يعني، بالصيف ما فيها الحرارة، الجو حلو صراحة. شكلر بس في الشتاء الجو مش لطيف، انا بتوصل سالب 23 اوف بالله. لا هو حلو يعني مش وحش، بس تلج معناته تلج، بس الجو مش وحش. تلج بس مش كل السنين برضو طبعا. لكن مدينة انت بتشوف فيها الربيع بجد، الخريف بجد، كل المواسم بالضبط، كل موسم بتشوفه بجد. حلو يعني بعد شهرين او حاجة كل الورق ده هتلاقيه صار لونه اصفر. اصفر وعلى الارض كده، وبيقعدوا يطلعوا بيه. هاي هون نهاية شارع الحب، تطلع بقى نهايته بتلاقي قلعة كوتاهيا. هذا مكان كمان سياحي هون بالمدينة، وأكيد مثل ما شايفين تطلع لفوق في عندك إطلالة على كل المدينة. وهون بقى عندك جامع مشهور كتير تراثي هنروح نشوفه. ولكن أنا حبيت أن أقول لكم الأجواء الموجودة في المدينة إنه كتير لطيفة وكتير جميلة، وهي خاصة القهاوي اللي على الشارع هاي تلعب لك دق طاولة ويا عيني ويا ليلي. فالدنيا رواء يعني، احنا عم صور يوم سبت، فعشان تعرفوا بس انه الدنيا هادية قوي. هذا هون دوار مولانا اكيد، وهون تقريبا سيتي سنتر صاير. فالاسعار تعتبر هي اصلا ما كتير سياحية، ما في اسعار سياحية غالية صح؟ لا هي مش سياحية، هي مدينة طلابية، وزي ما قلنا بس المستثمرين او الناس اللي تجار التجار بيجوا على هنا. الموضوع بقى البورسلان والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي بيشتروها من هنا. هاي هون بقى بتوصل لاخر الشارع بتلاقي هالقعدة الجميلة هاي، الاجواء الحلوة هاي، لواحد من اقدم الجوامع الموجودة في كوتاهي اسمه لولو جامع، اولو جامع. هون بقى بامكانك تطلع على القلعه كمان. هاي هون بقى بتدخل بتشوف بقى الشغلات المشهوره هون، البورسلين شوفوا كيف هاي كلها. هون بقى ممكن تيجي تاخذ افضل يعني شغلات البورسلان هاي، هي هون شوفوا كيف. هاي ب 40 ليره يعني، اسعار هون بتكون الارخص بتركيا طبعا حسب الشيء بدك. هاي الفازه كلها 500 ليره حوالي 15 دولار او 20 دولار سوري. والله شيء هذا يحقق على قلب اسطنبول حقق شيء 3 اضعاف. هون واحدة من الاماكن اللي عاملينها عشان بس تعيش الاجواء القديمه مدينه كوتاهيا، هذا الشارع صاير بمنطقه القديمه. هذا هون مثل مياه سبيل موجوده بشكل بورسلان، وهذا هون واحد من المتاحف الموجودة كمان اسمه عشان تعرفوا المكان Old Church Cheney Museum. هون بقى بتمشي بهذا الشارع تعيش هيك أجواء أيام نظام باب الحارة بس التركي، على أساس تعيشوا الأجواء القديمة. شارع خفيف لطيف مع الأنوار هيك، وهي في قهاوي موجودة يعني هيك يرجعك للزمن الجميل على قولتهم. مهمت غورسوي وبعدين بقى بياخدك بيطلعك على الشارع الرئيسي. فهيك شارع هيك بسيط. هون بمدينة كوتاهيا في كافيه عمره حوالي 250 سنة، لو دخلت لجوا شوفوا شلون البيت والكافيه معمول بطريقة رهيبة جدا وروعة. شوفوا كيف يعني طريقة البيت نفسه، بيت قديم معمول بشكل جميل جدا. وبتعيش هون بقى أجواء أرض الديار بهيك بطريقة جميلة جدا رائعة. لأوضح لك كيف البيوت القديمة هون بمنطقة كوتاهيا،
حتى شوفوا هاي الارض الديار، هاي النافوره وهاي هون البيت بشكل كامل. يعني والله جمال كبير جدا. هون يا شباب هلا بدهم اهل كوتاهيا يطلعوا ينبسطوا ويغيروا جو، في عندهم شارع خاص لهذا الموضوع. طلاب بقى بتعرفوا بدهم يغيروا جو، احلى عالم. هذا هو الشارع اسمه تشيني، التشيني سوكاك. تشيني سوكاك هون بقى في البلياردو، على كافيهات، على مطاعم. هذا جديد؟ ده يمكن 2021. يعني هو الشارع مش جديد بس هم جددوه خلوه. ايوه هيك بقى ممشى صاير، و بتبدأ بقى تشوف الكافيهات والمطاعم يمين يسار. بس هيك يعني هون والله هون في زحمة صار. يعني تغيير شكل باختصار عن جو المدينة العادي. يعني عم بيعملون أجواء للشباب عشان ما يملوا. هاي هون بقى الكافيهات، الناس قاعدة على اليمين وعلى اليسار، والشارع مستمر. يعني بضل مستمر هيك لين ما تدخل على الشارع الرئيسي. فغلوريا جينز هون أكيد كل أم الطلاب بيجوا لهون أكيد، صح؟ طبعا عشان التخفيضات. ايوه هون الطلاب لهم اسعار خاصه في المدينه. ايوه طبعا في معظم الاماكن، في اغلب الاماكن. يعني هذا كنوع من التشجيع، الناس اللي بتجي تاخذ اسعار خاصه. عشان هم كمان طلاب، انت طلبت معك كارت الطالب بيفرق معك. حلو حلو. يعني بس تعالوا درسوا، تعالوا درسوا وعيشوا. ايوه هذا الشارع الرئيسي هون، في واحد من المطاعم صراحه كمان مو اعلان اسمه بابيون. الشيء الحلو غير انه الجو الرايق، مثل ما شايفين جو رايق جدا وراقي ولطيف، كمان اكله طيب وسعره مجنون جدا. يعني اسعاره كتير رهيبه. شوفوا الاسعار هون بكوتاهيا وانبسطوا، اسعار ايام زمان تبعت اسطنبول. الاسبريسو ب30، الاكل كده غالية 75 ليرة يا جماعة. بتاخد كسادية شيء من الأفخم على الإطلاق، 75 ليرة. كان ب 25 ليرة. طب أهل اسطنبول هلا لو شافوا الفيديو هذا حيعملوه إيه؟ هيجوا على كله هجرة. شايفين كل شيء دجاج ب 75 ليرة. وعد وغلط، وعد وغلط. البيدي ب 30، 35. البيتزا ب 80. والله الكبابلر 75 يا جماعة. أي هون الكسادية تفتح هيك وتشوف الأمور بتقطع وبتستمتع. هذا الطبق بأقل من 3 دولار. العب.